طب معانا الاستاذ حسن عالم الدين، عايز يعمل معانا مداخله وعايز يشارك في الحوار، تقريبا الحوار استفزه. يا استاذ حسن ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لم يستفزني الحوار، ولكن عجبتني شجاعتكم واصولكم، اللي انتوا ناس لم تتلونوا ربنا ولم يخليك. تنقلبوا. اصل اولاد اصول، ما زلتم تعترفوا بفضل الراجل الرئيس التاريخي لنادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مرتضى ومرتضى اللي انا يعني. ليا كلمه قلت كلمه فيه ان هو عجز، احرج اللي قبله وعجز اللي بعده. ايوه هو قائد الثوره. انتوا ناس محترمه. تحيه للقروان والكوماندوز صبري عبد السلام. ربنا يخليك يا استاذ تحيه حسن. للصندوق الاسود والموضوعه الرياضيه محمد الشرقاوي، بما انك الذين زملكاوي بقى نقصهم من المركب وما زالوا يحتفظوا باصالتهم طيب واعترفوا ان هو الرئيس التاريخي مرتضى منصور. طبعا فضلت الصبر. عايز اقول لك بكره ماتش القمه، شايف ازاي مباراه بكره؟ وانت انا عارف انك مشجع زملكاوي جدا، ايه المطلوب من لعيبه الزمالك؟ الو سيادتك، المباراه الاولى اعتقد ان كارترون خد درس ولا يلدغ المؤمن من جوه مرتين، مش هيسيب المبادره للاهلي تاني والاستحواذ. لازم احنا نكون اصحاب الكلمه الاولى ونبدا بالتسجيل ونخلي الاهلي هو اللي يحاول يتعادل مش احنا، لان مباراه بكره يا استاذ صبحي هي مباراه تكون او لا اكون، هي الصداره طبعا، هي الانفراد بالدوري، وهي رد الاعتبار للزمالك وجماهيره. من خلال برنامجك العظيم ده بناشد اللعيبه، بقول لهم حسوا بالجماهير اللي بتموت عشانكم، حسوا بجماهير الزمالك اوفى جماهير في الدنيا. فاقل حاجه تقدموها ومصالحه يبقى عاديه لكم قبل العيد بيومين او بيوم هو الانتصار على الاهلي وصداره الدوري. وبشكرك يا استاذ صبحي على ساعه هذه الفرصه ليا. حبيبي اشكرك، شكرا يا استاذ حسن، نورتنا طبعا. وعلى فكره هو مرتضاوي زملكاوي قتيل، انا عارف جدا الاستاذ حسن، وهو